السلام عليكم خاوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ومن الساو خاوتنا اللي في الغربه. مقابله مهمه جدا في انطلاقه الدوري الانجليزي تخص الدوري الجزائري سعيد بن رحمه مع ناديه وسهام ضد نادي نيوكاسل. المقابله هذه راح يبدا سعيد بن رحمه لاعب اساسي كاساسي. الشيء الملاحظ انه راح يلعب ك صانع العاب او كتسعة ونص كما نقولوا. الطريقه هذه سعيد بن رحمه ما يبانش فيها، لكن نعرف ممكن غير المكان تاعو مع فورنانس لانه هو المكان المناسب ليه هو مكان فورنانس. اذا نشوفوا اليوم مقابله ان شاء الله يتالق فيها سعيد بن رحمه، رغم اني عندي شويه تحفظ على الطريقه ولا تموقع سعيد بن رحمه ولا في الخطه اللي يلعب فيها دافيد مويز بأنه سعيد بن رحمه كصانع العاب او ك تسعة ونص كما نقولوا. ان شاء الله يتالق في المقابله هذه وان شاء الله يدير مقابله كبيره، مقابله على ثانيه زوالا. ان شاء الله يكون سعيد بن رحمه في يومه ويبين سلسله نتاع مقابلات الوديه اللي تالق فيها. ان شاء الله يدير لنا جرون ماتش. اذا بالتوفيق لسعيد بن رحمه وكل لاعب المنتخب الوطني.